السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة مباشرة بالعناوين. خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز، الرئيس السيسي يؤكد الالتزام بقواعد المنافسة ويحذر من الانجرار وراء المواقع المغرضة في علاقتنا بالأشقاء. وجهود الإغاثة تتواصل للمنكوبين بالبلدين. مدبولي يوجه بتيسير إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية وتحفيز التصدير للأسواق الخارجية. وفي أخبار الاقتصاد نتابع. المؤشر الرئيس للبورصة المصرية يقفز 4% وسط تفاؤل بإعلان الحكومة عن قائمة الشركات التي تعتزم طرحها بالبورصة. ومعكم في أخبار الرياضة. الزمالك يواجه شباب بلوزداد الجزائري غدا بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. إلى تفاصيل نشرتنا. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الأرصدة من السلع الأساسية آمن ويكفي لستة أشهر رغم التحديات والظروف الصعبة. وخلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي الاستمرار في دعم السلع الأساسية رغم أعباء وتكلفة الدعم، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفجوات الناجمة عن النمو السكاني. إنجاز غير مسبوق حققته قلعة سايلو مصر للصناعات الغذائية منذ تدشينها بمدينة السادات في محافظة المنوفية. 9 مصانع عملاقة تغطي ثلث إنتاج مصر من السلع الغذائية المختلفة. سايلو مصر شهدت تفقد السيد الرئيس للمرحلة الثانية منها، حيث اطلع سيادته على أحدث خطوط الإنتاج بمصانع الحلاوة الطحينية والبسكوتات الغاطسة والألبان والمكرونة وغيرهم ومعرض المنتجات للشركة. وخلال حفل الافتتاح أعلن السيد الرئيس استعداد الدولة لطرح مزيد من الشركات للشراكة مع القطاع الخاص. احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للاطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات، وانا قلت الكلام ده من يمكن سنه ونص ولا سنتين، ومش بس كده وبرضه مستعدين للشراكه. الجهاز هنا مستعد. ليه مستعدين للشراكه؟ لان احنا هو الهدف من الموضوع تحقق يا دكتور مصطفى. احنا بقينا النهارده بنقول عايزين نعمل يعني تغذيه مدرسيه مؤمنه، خلاص اتحققت. كما ناشد السيد الرئيس بالكف عن الحديث في وسائل الإعلام عن الطعام والسلع، مؤكدا توافر كافة السلع بمخزون استراتيجي يتجاوز 6 أشهر. مش عايزين نتكلم في موضوع الأكل ده كتير في التلفزيون، تاني بقولها ما يصحش، تاني بقولها الحاجة موجودة وإحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجة. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على 6 شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء مليانه. ووجه سيادته وزاره التموين والداخليه والاجهزه المعنيه بتشديد الرقابه على الاسعار والسلع بالاسواق. ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا ب3 ونغير من المحل ده ب3.5. صحيح. ده صحيح. بس ده امر يعني لو انتم النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزاره التموين او وزاره الداخليه تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده،
ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه. تمام. ونبقى اديناهم الدرس انك انت ما دام بتغلي في اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص. وفي كلمته أكد اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن سايلو مصر تصدر منتجاتها لأكثر من 13 دولة عربية وإفريقية فضلا عن التغذية المدرسية لثلاثة عشر مليون طالب. تم تنفيذ العديد من الإجراءات داخل الشركة بدءا من استكمال هيكلة المصانع لتحسين كفاءة الأداء والفعالية بما مكنها من الحصول على شهادات القائمة البيضاء والأيزو العالمية والتصنيع المستدام لحوالي 500 ألف طن سنويا لمنتجات متنوعة مرورا بتنفيذ العديد من التعاقدات المحلية والعالمية من خلال تصدير منتجات الشركة من المكرونة والبسكويت ل 13 دولة عربية وإفريقية انتهاء بتحقيق أعلى معدل توزيع وجبات تغذية مدرسية على مستوى العالم مما استحق حصول الشركة على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث تم إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي المنصرم 2021-2022. وأشاد الدكتور علي المصلحي وزير التموين بجودة وكفاءة منظومة التصنيع التي تمتلكها سايلو مصر في مراحل الإنتاج المتعددة. بأمانة وليس مبالغة يمثل هذا المشروع إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية لجمهورية مصر العربية بالإضافة وهذا هام جدا أنه نموذج حقيقي يحتذى به لمفهوم تكامل الصناعة وكذلك الجودة والكفاءة والثلاث حاجات دول مهمين جدا. وإذا بصينا لمجمع سايلو فود هنجد أن زي ما جه في البرزنتيشن أو في الفيلم اللي شفناه إن القمح بيجي في الصوامع بتحافظ عليه على أعلى جودة. وساهمت سايلو مصر في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط على السلع محليا وهو ما جاء في كلمة اللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة الشركة. تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالطاقة القصوى والتي تضم مصانع المكرونة والمخبوزات والبسكويت ومطحن للقمح بطاقة إنتاجية 1600 طن يوميا وتم خلال العام السابق إنتاج 500 ألف طن من المنتجات الغذائية دعمت منها وزارة التموين وبنك الطعام المصري بكمية 135 ألف طن وطرح الباقي بالأسواق المحلية والإقليمية بإجمالي 365 ألف طن. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم تم توزيع نحو 600 مليون ونصف المليون وجبة مدرسية خلال عام رقم سجل في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. صرح صناعي غذائي كبير شيد بتوجيهات من القيادة السياسية في زمن قياسي ليكون أحد دعائم السوق المحلي في ظل أزمات عالمية تعصف باقتصادات دول كبرى لتنعم مصر بالأمن الغذائي وتجني ثمار رؤيتها لمستقبل أفضل للمصريين. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. وفي مداخلة لسيادته أثناء افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة والعدالة وتقوم الشركات التابعة للجهاز بتسديد مستحقات الدولة كافة. أشار أيضا الرئيس السيسي إلى استعداد الدولة لطرح المزيد من شركات الخدمة الوطنية للاستثمار وللشراكة مع القطاع الخاص. يقول لك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن تكون الكلام ده في حاجات بعض في بعض الموضوعات. يعني ايه؟ يعني في القدرة على ان هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى اسرع، لكن ده مش معناه في على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الانتاج والتشغيل. تمام، مش كده يا وليد؟ زي ده زي القطاع الخاص. انا حبيت بس اقول دي ومع الوضع في الاعتبار برضو. تاني احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للاطروحات ومستعدين ننزل كل الشركات. وانا قلت الكلام ده من يمكن سنه ونص ولا سنتين. ومش بس كده، وبرضه مستعدين للشراكه.
الجهاز هنا مستعد. ليه مستعدين للاشراك؟ لان احنا هو الهدف من من الموضوع تحقق يا دكتور مصطفى. احنا بقينا النهارده بنقول عايزين نعمل يعني تغذيه مدرسيه مؤمنه، خلاص اتحققت، وبقى في عمل مؤسسي ليها، بقى في سلامه غذاء متحققه، مش كده؟ تمام. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص هيضيف، اكيد هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل. فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام. الامر ده متاح، وانا بقوله مره واثنين وباكده عشان يصل لكل الناس يعني اللي بيسمعونا في القطاع الخاص، واللي عنده استعداد يخش في شراكه مع الدوله في مؤسساتها او في شركاتها اللي احنا بنتكلم عليها. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك أن سياسة مصر تتسم بالتوازن تجاه الجميع داخليا وخارجيا، ومحذرا من المواقع المغرضة التي تسعى للفتنة بين الأشقاء. دايما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي أنا عايز أقول أن أنا بتابع مواقع التواصل وبشوف ان ساعات بيبقى فيه يعني حماس زياده او حتى مش عايز اقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. انا بتكلم على، مش بتكلم على موضوعات محليه، انا بتكلم على موضوعات خاصه بعلاقتنا مع اشقائنا. وده امر يا جماعه ننتبه ليه كويس، ارجو ان احنا نخلي بالكم، ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء. وبالتالي لما يبقى في موضوع يتم تداوله بدون أساس، بدون أساس يعني إيه؟ يعني مالوش خلفية، إحنا بنقعد ونتكلم ونقول يعني أمور قد لا تكون لها أساس من الصحة بصراحة. طب ليه؟ طب إحنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء؟ أقل حاجة نعملها إن إحنا نسكت، إن ما كناش نقول كلام طيب فإحنا نسكت. الكلام ده بينطبق مش بس على كده، حتى على وسائل إعلامنا اللي إحنا ما بنتدخلش فيها. يا جماعة إحنا مش بنكتب يعني إلا دايما لصالح إيه؟ لصالح تحسين ودعم العلاقات، مش العكس. احنا علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج احنا ماشيين بيه مش النهاردة، احنا بقالنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده مسار انا بننتهجه كدولة، حتى في الازمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شايفين ان احنا دايما يعني ما فيش تصريحات سلبية أبدا ومنضبطة جدا. وبالتالي ما يصحش إن احنا يعني نسيء لأشقائنا. وحول افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية، للمزيد والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الزقازيق. دكتور محمد، يعني بعد التحية ومساء الخير، كيف ترى مساء الخير يا فندم، كيف ترى أهمية سايلو فودز كمدينة صناعية متعددة الأنشطة في ضوء توجه الدولة للتنمية الصناعية إلى جانب التنمية على مختلف المحاور؟ الحقيقة سايلو فود هو عبارة عن مؤشر من مؤشرات وجهد من جهود الدولة لدعم الصناعات الغذائية، ولا سيما أنه مصنع متكامل بكافة الأجزاء ومراحل مختلفة وبيقدم أكثر من منتج. نعم. ده بيأكد عدة حاجات. أولا أن هناك اهتمام الدولة بالصناعة باعتبار أن الصناعة هي الحافز الأساسي للتنمية، وبالتالي المسؤولة عن توظيف قوة العمل، والمسؤولة عن تحويل مدخلات المجتمع وخلق قيمة مضافة بالاقتصاد. النقطة الثانية الحقيقة، وهو يتناول النهاردة فخامة رئيس الجمهورية، تحدث عن هذا المشروع باعتباره أحد الإنجازات الأساسية للشركة التابعة للقوات المسلحة، وأن هذه مؤشر أو أنها استكملت من حيث الجودة ومن حيث المنتج ومن حيث الأسعار، لكن كمان أنه فتح الباب
على أن القطاع الخاص مفتوح له التنمية ومفتوح له المشاركة في كافة الجوانب بشرط الالتزام بقواعد الجودة وقواعد الأمان وقواعد السلامة الكمان. النقطة الثالثة والمهمة وهو أن القفزة النهاردة الدولة تعمل عليها أو تتوجه إليها وهو الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي عبارة عن قادرة على سد الفجوة الاستيرادية وتوفير المواد التي يمكن استيرادها وفي نفس الوقت القدرة على التصدير. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الحقيقة لما يجي النهاردة هذا المصنع ويقدم عدد الكميات الكبيرة جدا من أولادنا الطلبة، وهذا يؤشر من مؤشرات أن اعتماد الدولة أو توجه الدولة للتعليم والاهتمام بطلابنا وتقديم مادة غذائية أو وجبة غذائية لهم هي التزام من قبل الدولة التزمت به في ضوء الأمان والسلامة الصناعية. كل هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية النهاردة قادرة على أن تجتاز هذه الأزمة وأن الصناعة أصبحت استراتيجية أساسية وأن ما تم في الدولة المصرية خلال السنوات السابقة هو كان عبارة عن تمهيد بنية تحتية للانطلاق الصناعي في داخل الدولة المصرية. صحيح. وأن الصناعة لم تكن بعيدة يوما ما عن رؤية الدولة المصرية، لكن كان هناك خطوات أساسية لابد أن تلتزم بها الدولة أو تقوم بها الدولة لتهيئ المناخ العام للصناعة وتهيئ صحيح. القدرة على جذب الاستثمارات وتهيئ أيضا مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بمعنى أن التنمية شاملة ويابد أن يتحملها كافة الفئات وكافة القطاعات في داخل الدولة المصرية. نعم، إذن توجه الدولة هو للتنمية الصناعية إلى جانب التنمية على مختلف المحاور. الدكتور محمد الشواد في أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الزقازيق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن دمشق ستقدم كل الدعم والتسهيلات لإيصال المساعدات إلى المواطنين السوريين في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن التسييس الغربي للمساعدات الإنسانية غير مقبول. اقتربت أعداد ضحايا الزلزال في سوريا من 4000 قتيل، ودخلت قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي وعبر معبر باب الهوى الحدودي عفوا. وعلى صعيد المساعدات تعهدت بريطانيا بتمويل إضافي يبلغ 3.65 مليون دولار لمنظمة الخوز البيضاء لدعم جهود البحث والإنقاذ في سوريا. وأعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو للشعب السوري على أن يتم صرفها عبر المنظمات غير الحكومية وآلية الأمم المتحدة. كما أعلنت ألمانيا أنها ستزيد من مساعداتها الإنسانية إلى سوريا بواقع 26 مليون يورو.
وفي تركيا تجاوزت أعداد القتلى 16500 قتيل وأكثر من 64 ألف مصاب، كما تم إجلاء 28 ألف شخص من المناطق المنكوبة. وذكرت السلطات التركية أنه سيتم إعادة أعمار المدن المتضررة بأسرع وقت ممكن، ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه البرلمان التركي إعلان حالة الطوارئ في المحافظات العشرة المتضررة، كما قررت السلطات تمديد إغلاق المدارس حتى 20 من فبراير الجاري. لولا معجزات انتشال ناج بين الحين والآخر وأنات الصامدين تحت الأنقاض لما تواصلت جهود الإنقاذ في تركيا وسوريا بالزخم والعزيمة نفسها منذ وقوع زلزال الاثنين الماضي. فها هو ابن العامين كتب له عمر جديد في محافظة هاتاي التركية رغم أجواء البرد القارس التي تحيط بعمل قوات الإغاثة الوطنية والدولية، قدر لم يقاسمه فيه نحو 20 ألف شخص قتلوا جراء الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية ومناطق في الشمال السوري. هدفنا حاليا هو إنشاء مباني جديدة من 3 و4 طوابق في المنطقة المتضررة في غضون عام واحد. أما على الجانب الآخر من الحدود يعاني السوريون على حد سواء من دمار الزلزال وتأخر المساعدة الإنسانية والإغاثية، إذ يشكل معبر باب الهوى في جنوب تركيا حتى الآن المنفذ الوحيد المفتوح أمام المساعدات إلى المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة. وبينما تواجه منظمات الإغاثة والفرق الدولية تحديات جراء تعقد الوضع السياسي في سوريا، تستحوذ مشاعر الإحباط وضعف الحيلة على مئات الآلاف من الناجين والنازحين الذين يجري إجلاؤهم من المناطق المتضررة في مدن عدة. نحن هون إمكانيات ضعيفة، عم نحاول نقدم القدر الإمكان من الاحتياجات اللي بتحتاجها الناس. يعني في حالة الآن يعني شتاء وصقيع، يعني مبارحة درجة الحرارة -5، فحالة أطفال صغار في مرض وتدفئة ما في، ويعني دول بحالة ما قدرت تستوعب هاي الكارثة. أما على صعيد الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال فإن التقديرات المبدئية تشير إلى أضرار قد تصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر. وبالأخذ بهذه الأرقام وحجم الخسائر الإنسانية فإن زلزال تركيا وسوريا قد ضمن لنفسه مكانا في قائمة أسوأ الكوارث الطبيعية خلال القرن الحالي. طالب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي بتقديم المساعدات للشعبين التركي والسوري، مشيرا إلى أن المنظمة بحاجة إلى موارد للاستجابة للزلزال. وحث غوتيريش في مؤتمر صحفي في نيويورك مجلس الأمن الدولي بفتح نقاط عبور حدودية جديدة بين تركيا وسوريا لإيصال مساعدات إنسانية أممية إلى ضحايا الزلزال في الوقت الذي لا يوجد فيه حاليا إلا معبر واحد فقط. وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث قد زار كل من تركيا وسوريا لتقييم الأوضاع والاحتياجات. تقدمت المفوضيات العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالشكر لمصر حكومة وشعبا لدورها في تقديم الغوث للشعب السوري الشقيق. وكتبت المفوضية على حسابها الرسمي على تويتر إن مصر كانت أول فريق دولي يصل سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. وأعربت المفوضية عن شكرها لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم. متواصلون معكم في هذه النشرة ونتابع أيضا. قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون الاستمرار في دعم أوكرانيا، وزيلينسكي ينقل عن بعض القادة استعدادهم تزويد بلاده بالطائرات. في ذكرى تأسيس جيشها، كوريا الشمالية تستعرض أكبر عدد على الإطلاق من صواريخها النووية.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الكرام، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمس الفئات الأولى بالرعاية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، الذي استعرض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحا أنها شهد تقديم نحو 1,600,000 إجراء جراحي و67,000 إجراء دوائي وعلاج نحو 31,000 حالة بتكلفة بلغت 14 مليارا و200 مليون جنيه. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الفترة القادمة بحضور وزراء الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة ورئيسي هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكذا رئيس غرفة صناعة الدواء لوضع خريطة طريق من أجل تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية وتحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية. كذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، الذي أشار إلى مكانة مصر الإقليمية في قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية. كما لفت طلعت إلى أن الشركات الناشئة المصرية في هذا المجال شغلت الترتيب الثالث عام 2022 بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات. كما استعرض وزير الاتصالات المقترحات لتنفيذ استراتيجية مدينة مصر الرقمية والتي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية وزيادة عدد العاملين بالقطاع وتنمية الناتج المحلي للقطاع. وفي اجتماع آخر تابع رئيس الوزراء موقف مشروع مجمع العالمين للتكرير والبتروكيماويات والمقرر تنفيذه في العالمين الجديدة، وأكد مدبولي دعمه الكامل للمشروع الذي سينفذ باستثمار أجنبي مباشر، مشيرا إلى أنه سيكون على قمة أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة. وأكد مسؤول التحالف المنفذ للمشروع أن قيمة استثماراته تبلغ نحو 7 مليارات دولار، ويهدف إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، مؤكدين أن المشروع سيجعل من المنطقة محورا إقليميا مهما لصناعة البتروكيماويات. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا أعدته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بشأن الإجراءات المتخذة فيما يخص التمهيد الإعلامي لجهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، وكذلك أنشطة وزارة البيئة لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية والإجراءات التي يتم اتخاذها استكمالا لجهود الوزارة في زيادة الزخم الإعلامي بالقضية ذاتها. استعرض أيضا رئيس مجلس الوزراء تقريرا من المجلس القومي للمرأة بشأن حصاد نشاط المجلس لعام 2022. وخلال التقرير أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة المجلس خلال العام المنصرم بلغ حوالي 11,700,000 مستفيد، وأن تلك الأنشطة اتسعت لتشمل عددا من المحاور من بينها التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتمكين الفتاة المصرية وغيرها من المجالات. أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات بين القاهرة وعمان وما تشهده من تطور مستمر وتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب رئيس الوزراء خلال لقائه ورئيس مجلس النواب المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي عن شكره للرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطنون المصريون العاملون في الأردن. كما أكد مدبولي على الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب الأردني بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا أن لمصر وللثقافة المصرية تأثير عظيم على الأردن والعرب جميعا.
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مقر المجلس رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له. خلال اللقاء أكد جبالي على التوافق المصري الأردني في القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، مشددا على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وقائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية. كما أكد جبالي ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المشترك، وأكد رئيس مجلس النواب الأردني دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة. كما دعا الصفدي لتفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية لتصبح رافدا إضافيا لتعزيز العلاقة بين البلدين. تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، حيث ناقش الوزيران عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدما. كما ناقش الوزيران التعاون القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق في النهاية على مواصلة وتيرة التنسيق والزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة. هنأ وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج السيد نبيل عمار على توليه مهام منصبه. أكد شكري تطلعه إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية. وأكد وزير الخارجية لنظيره التونسي كامل دعم مصر لاستقرار وأمن تونس. وأعرب الوزير نبيل عمار من جانبه عن شكره لللفتة الطيبة من جانب الوزير سامح شكري، مؤكدا تطلعه للقاء قريب بينهما. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قادة بالاتحاد الأوروبي أبدوا خلال قمة حضرها في بروكسل أنهم مستعدون لتزويد كييف بطائرات لمساعدتها في مواجهة العملية الروسية. وخلال مشاركته في جلسة البرلمان الأوروبي صرح زيلينسكي أن أوروبا ستبقى مع أوكرانيا حتى تحقيق النصر، مشيرا إلى أنه أجرى عددا من المحادثات الثنائية لبحث قضية الطائرات المقاتلة وغيرها من الطائرات. وفي أعقاب لقاء القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حذر رئيس مجلس الأوروبي شارل ميشيل من أن الأسابيع القادمة يمكن أن تحسم مسار العملية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا وقت للخوف إنما لتقديم الدعم الكامل لكييف. وبدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أنه يتعين على روسيا أن تدفع ثمن الدمار والدماء الذي تسببت فيهما، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن حزمة العقوبات العاشرة في الأيام القادمة. استعرضت كوريا الشمالية قدرتها على إنتاج الصواريخ خلال عرض عسكري احتفالا بالذكرى 75 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، بينما كشف بيونغ يانغ خلال العرض عن عدد أكبر من الصواريخ الباليستية عابرة القارات، وألمحت إلى سلاح جديد يعمل بالوقود الصلب. من جانبها نددت كوريا الجنوبية بالعرض العسكري لجارتها الشمالية في الوقت الذي تمر به دول العالم بأزمات متعلقة بالأمن الغذائي ومشاكل اقتصادية فادحة. في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة، تواصل المراكز الطبية المتخصصة في محافظات مصر كافة عملها لفحص المواطنين وعمل التدخلات الجراحية لهم بالمجان في التخصصات الجراحية المختلفة والحرجة. 1,568,000 عملية جراحية تم إجراؤها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك منذ انطلاقها عام 2018 وحتى الآن. مستشفى الزيتون التخصصي واحد من المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة مصر كافة التي تم تطبيق المبادرة الرئاسية بها، والتي قامت بإجراء آلاف التدخلات الجراحية بتخصصاتها المختلفة. انجزنا حوالي ما يقرب من 7,000 حاله في مختلف التخصصات او في الخمس تخصصات بتوع قائم الانتظار، 2,750 حاله قسطره تقريبا، حوالي 800 حاله جراحه قلب مفتوح، حوالي 800 حاله جراحه عيون، ما يقرب من 400 حاله جراحه اورام، ما يزيد عن 1,500 حاله تغيير مفاصل وجراحات مناظير العظام،
فالحمد لله شطة حلوة جدا في خلال الأربع سنين، خلى تقريبا مستشفى الزيتون ليس لديها قوائم انتظار بشكل أو بآخر، يعني العيان أصبح بينزل لي على ما كانت قوائم الانتظار، بيعمل عملية الأسبوع في الأسبوع نفسه. بتأكد من أن المستلزمات بتاعتي كلها متوفرة علشان ما يحصلش تأجيل للعملية. في وقت دخول العملية بنتأكد أكتر من مرة من هوية المريض ومن مكان الإجراء علشان ما يحصلش أي لخبطة أو إجراء خطأ. التدخلات الجراحية تشمل جراحة القلب والعظام والرمد والقسطرة والمخ والأعصاب وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، والتي يتم توزيعها مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة. كل المستلزمات العالمية أو المطلوبة على مستوى العالم موجودة، فريق طبي من أساتذة واستشاريين جامعيين ومؤهلين على أعلى مستوى. أي حالات حرجة ما بتاخدش وقت، بنتخطى أي إجراءات روتينية في سبيل إنقاذ المريض. بنعمل توصيل شرايين تاجية، بنعمل استبدال صمامات ميترالي أو استبدال صمامات أورتي. بعض المرضى اللي بيجي لهم التهابات على الصمام ثلاثي الشرفات بيلاقوا صعوبة شديدة إن هم يتعالجوا في معظم المستشفيات، إحنا الحمد لله بدأنا نوفر لهم القصديات. كمان بدأنا نقدم إن إحنا نعمل عمليات التدخل الجراحي المحدود عن طريق الصدر. من عندي خدمات المياه البيضاء والحقن الشبكية وعمليات الجلوكوما اللي هي المياه الزرقاء، المياه الزرقاء، وحالات زراعة القرنية، وأجرينا هنا حالة زراعة قرنية هنا في المستشفى، والحمد لله المريض دلوقتي بيلاقيش أي مشكلة في الخدمة. خلال الشهرين اللي فاتوا أكتر من 40 حالة قوائم انتظار برضو مختلفة، ما بين عمود فقري، ما بين مناظير كتف وركبة، ما بين مفاصل كتف، مفاصل ركبة، مفاصل فخذ صناعي، غير طبعا حالات الكسور المختلفة. يعني قبول واستحسان من قبل المواطنين لتلك المبادرات المهمة التي أنهت معاناتهم مع المرض. مسافة ثلاثة أسبوع كنت عامل عملية وطالع. الحمد لله عملوا معايا المطلوب في أسرع وقت، معانا بقالي 12 سنة. كان عندي قطع في الرباط الصليبي وجيت هنا كشفته وكتب لي التقرير وكده، رحت حولته وجيت الحمد لله، يعني عملت العملية والخدمة كويسة الحمد لله. القضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة بتخصصاتها المختلفة يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية مجودة للمواطن المصري أينما كان. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أقام صندوق مكافحة الإدمان الدورية الرياضية للمتطوعين من سكان حي الأسمرات ضمن برنامجه وأنشطته التوعوية بمخاطر تعاطي المخدرات للشباب ولتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع، ذلك للتعامل مع تعاطي الإدمان وأثاره على الأسرة والمجتمع. برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة وبديلة العشوائيات وتوعية الشباب من أبناء هذه المناطق بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة جاءت من خلال إطلاق الدور الرياضي أنت أقوى من المخدرات بحي الأسمرات للمتطوعين، والذي نظمه صندوق مكافحة الإدمان ضمن أنشطته وفعالياته التوعوية. ده أول يعني دور رياضي من نوعه للمتطوعين تلك المناطق، بنجمعهم على أرض الأسمرات عشان نقول كلنا ونحدد هدفنا نحن نأدي المسؤولية، نحن نقدر نقدم محتوى تدريبي قوي. الدوري الرياضي أنت أقوى من المخدرات، وده الاستثمار طبعا الرياضة أن هي عامل أساسي جدا للحفاظ على شبابنا من الوقوع في دائرة الإدمان. من ضمن البرامج التوعوية اللي احنا بننفذها داخل المناطق المطورة، احنا بنعمل زيارات منزلية، ويمكن على مدار الفترة الماضية عملنا أكثر من 170 ألف زيارة منزلية للأسر. الشباب المتطوعون بالدور الرياضي أنت أقوى من المخدرات عبروا عن أهمية مشاركتهم في هذه الأنشطة الرياضية لنشر الوعي بخطورة هذه القضية وأثرها على الأسرة والمجتمع. أنا مبسوط طبعا لدات أول بطولة في الأسمرات، بطولة أنت أقوى المخدرات تحت رعاية صندوق مكافحة الإدمان، وأنا منصحش أي شاب في سني إن هو يشرب سجاير ومخدرات عشان ينفع نفسه وينفع صحته وأهله يفتخروا بيه. المخدرات وحشة، المخدرات ممكن تدعي إلى الموت، يعني أنت لو بطلت المخدرات مثلا هتبقى إنسان صالح، صالح لبيتك، صالح لربك، يعني فاهمني؟ دي المخدرات ممكن تؤدي بك الى حاجات غريبه، يعني ممكن تكره الناس فيك. بنحاول ان احنا نقلل من اضرار التدخين والمخدرات عن طريق برامج او عن طريق دوري رياضي بنعمله للناس اللي ساكنين معانا اللي هم المتطوعين او من سكان المحوصه نفسها، من منطقه المحوصه نفسها.
يأتي إطلاق الدورة الرياضية للمتطوعين من سكان حي الأسمرات ضمن خطة صندوق مكافحة الإدمان لتعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات وتوفير خدمات تأهيلية واجتماعية داخل المناطق المطورة. مبادرات رياضية وبرامج للتوعية حول أضرار طاعات المخدرات بالمناطق المطورة بديلة للعشوائيات من خلال المتطوعين من ساكني هذه المناطق بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع للوقاية من الإدمان ومخاطره باعتباره خطرا يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي. من حي الأسمرات، أحمد ممدوح، أني. في إطار دورها الاجتماعي لتنمية الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف فئات المجتمع. استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل التدريبية في هذا الإطار تحت عنوان مواجهة مخططات إسقاط الدول لطلبة الجامعات وممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين. الباحثين أو اللي حضروا اللي بيحضروا هذه الندوة وبينقلوا التجربة أو الثقافة التي تعلموها حول كيفية الحفاظ على الأمن القومي المصري بصورة علمية مفيدة، بيقدروا أن هم يوصلوها لزمايلهم ولقطاعات الشعب المختلفة اللي احنا بنتعامل معها. الشباب ذخيرة المجتمع المصري وذخيرة اي مجتمع، فمهم جدا صقل خبراتهم من ناحية، ومش فقط توعيتهم يعني توعيتهم، لكن ايضا صقل خبراتهم بخبرات السابقين عليهم. احمي ابنائي واحمي وطني بان انا افهمهم ايه اللي بيحصل، وده دور الفن ودور علماء الاجتماع ودور علماء النفس. طول الوقت بنقول ان من المهم للغاية اننا نشتغل على حالة الوعي، لان هو ده القادر، السلاح الوحيد على القادر على مواجهة اي مخططات او مؤامرات بيتم حياكتها ضد الدولة. حقيقة نشكر هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية حينما قمنا بالمشاركة في هذه الدورة، دورة 21، في تثقيف طوائف الشعب المختلفة لكي تبرز لهم أهمية هذا الوطن مصر أمانة في أعناقنا. تطرقت ورش العمل إلى موضوعات عدة لتنمية وعي المشاركين فيها بأهمية مواجهة والتصدي لمخططات إسقاط الدول، وفي مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي المجتمعي وإثارة الرأي العام. ورشة العمل هي كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا كشباب، وهي كانت مواضيعها مهمة جدا، وكانت كتير منها مثلا الإشاعات، منها ازاي نتعامل معها وحروب الجيل الرابع. دورنا ان احنا كل اللي احنا استفدناه في الورشة دي وفي الأكاديمية ان احنا نلبسه في الشباب اللي حوالينا كلهم، ان احنا نلبسه في الأجيال القادمة. احنا عندنا في الكلية ان شاء الله هنبدأ ان احنا، وفي الجامعة برضو هنبدأ ان احنا نعمل دورات تدريبية بحيث ان احنا ننقل اللي احنا استفدناه من هنا للطلبة عندنا في الجامعة وبرضو الجامعات التانية. وقد أشاد المشاركون بثراء ورش العمل وموضوعاتها ذات الأبعاد القومية والأمنية، والتي تتسم بأهمية كبيرة تسهم في تحصينهم ضد الأفكار الهدامة والتشكيك في الثوابت الوطنية، مؤكدين قدرتهم الآن عقب هذه الورش على التفاعل والتصدي لمحاولات التشكيك في الثوابت وتزييف الوعي. اتعلمنا فيها حاجات كتير واستفدنا معلومات كمان كتيرة، اتضح لنا ان الجهاز الأمني المصري واعي وصاحي وموجود ويقدر يحميها. التدريب ده بيعلمنا ازاي نحافظ على مصر ونحميها، بيعلمنا ازاي الخطط الإرهابية اللي كانت بتحاكى للدولة ازاي ان احنا نتصدى ليها، بيوعينا كتير جدا على حاجات احنا ممكن نكون ما كناش عارفينها وما خدناش بالنا منها. بالعكس ادونا معلومات كتيرة مهمة جدا وموضوعات كانت شيقة. ان شاء الله بإذن الله يكون في دورات اكتر قادرة تفيد معلومات اكتر، ان شاء الله بإذن الله نقدر نساعد احنا كمدنيين
في الاماكن اللي بنشتغل فيها في الجهاز الحكومي وفي الشارع في المدرسه في البيت نقدر ان احنا نواجه كل المخططات بتاعت مصر. ورش العمل هذه تاتي ادراكا من وزاره الداخليه لاهميه المشاركه في تنميه الوعي المجتمعي للمواطنين بكافة القضايا التي تمس الأمن القومي وإحباط مخططات استهداف مقدرات الأوطان وثوابتها الراسخة على مر العصور والأجيال. دور توعوي كبير تقوم به وزارة الداخلية من خلال مركز بحوث الشرطة للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدي لمخططات إسقاط الدول. هذه الدورات التدريبية التي تعقد بالمركز استفاد منها الآلاف من العاملين بالجهاز الحكومي وكذلك الشباب في مختلف المراحل الدراسية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وبعد الفاصل قراءة في أخبار المال والأعمال مع زميلي أمير داود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية، ونبدأها بالشأن المحلي، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية ملحوظة بختام تداولات آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، وسط تفاؤل بإعلان الحكومة عن قائمة الشركات التي تعتزم طرحها بالبورصة خلال الفترة المقبلة. وقفز المؤشر الرئيسي جي اكس 30 بنحو 3.9% متخطيا مستوى 17613 نقطة، وارتفع المؤشران اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 بنسب بلغت 1.7% و2% على الترتيب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 27 مليار جنيه. هذا وقد رحب رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني بإعلان رئيس الوزراء قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة. وأكد الدكاني أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة واللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج، مشيرا إلى أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات، وأشار إلى أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة يعد مطلبا رئيسيا لكافة أنواع المستثمرين. أظهر تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثانية إفريقيا في عدد صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2022، حيث وصل عدد هذه الصفقات إلى نحو 144 صفقة بزيادة تقدر ب 3% مقارنة بمستويات عام 2021، ومستحوذة بذلك على 21% من إجمالي حجم الصفقات في القارة. ووفقا للتقرير المعلوماتي فإن الشركات الناشئة المصرية تمكنت من جمع 787 مليون دولار خلال عام 2022 بحجم ارتفاع يصل إلى 21% مقارنة بمستويات عام 2021. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة على مستوى القارة من حيث حجم التمويل خلال العام نفسه، وذلك بنحو 16% من إجمالي التمويل. قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن شركاء مصر من الشركات العالمية ستضخ مليارا ونصف المليار دولار استثمارات في مجالات الإنتاج وتنمية حقول الغاز خلال العام المالي 2023-2024. وأكد الملا خلال كلمته في أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس للعام المالي 2023-2024 أهمية الخطوة التي اتخذتها الشركة في زيادة رأس مالها بما يتناسب وما حققه قطاع الغاز سواء في مجال الإنتاج أو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والعملاء الصناعيين والتجاريين، والتوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أو للتصدير.
تحولت أسعار النفط العالمية إلى التراجع لأول مرة منذ 3 جلسات في ظل تزايد الضغوط البيعية متزامنة مع تزايد المعروض النفطي بالأسواق خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لتهبط العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% صوب 84 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 77 دولارا و33 سنتا للبرميل. يحيي الفنان وائل الفشني حفلا غنائيا الليلة على مسرح الجمهورية بالقاهرة التابع لدار الأوبرا، يقدم خلاله مجموعة من روائع كبار المطربين. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا مسرح الجمهورية مراسلة أخبار مصر الزميلة أسماء حسن. أسماء، بعد التحية وأنت عيننا في دار الأوبرا، حدثينا أكثر تفصيلا عن حفل اليوم. تحية لك في البداية محمد، تحية للسادة المشاهدين في كل مكان. بالفعل يحيي الفنان وائل الفشني حفلة غنائية على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، يقدم مجموعة من الأغاني منها غيابك طال، أشتاق يا الله، ما تدمعيش يما، فاح المسك، وغيرها من الأغاني. أيضا أؤكد أن الفنان وائل الفشني تميز بصوته الرخيم وأدائه المتميز على خشبة المسرح، مما ساعده في التفاف الجمهور ليس بالقليل بالتأكيد من خلال رؤيتي للمسرح الجمهورية وحضور الجمهور اليوم والاستمتاع بأغانيه المختلفة. أيضا أكد بعض أو أثناء لقائي مع عدد من جمهور الفنان، أكد أن الفنان تنوع أو قد قدم عدد من الأغاني متنوعة ما بين أناشيد دينية وتترات المسلسلات وكذلك عدد من الأغاني المختلفة. أيضا قالوا أن أداء الفنان مختلف وتميز بالأصالة والجمال، وأيضا قالوا أنهم يحيي التراث الشعبي ويعود بنا إلى الزمن الجميل. حتى هذه اللحظات يستمتع الجمهور مع الفنان وائل الفشني على مسرح الجمهورية بأدائه المتميز وصوته الرخيم. أيضا أذكر السادة المشاهدين أن الفنان وائل الفشني قدمه الفنان الكبير علي الحجار للجمهور من خلال حفلاته المختلفة. كانت هذه أبرز ملامح الحفلة الغنائية للفنان وائل الفشني على مسرح الجمهورية بوسط المدينة. إليك مرة أخرى محمد. نعم أسماء حسن مراسلة أخبار مصر من مسرح الجمهورية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وصلنا بحضرتكم الآن إلى محطتنا الرياضية، وهذه الوقفة مع الزميل أحمد يوسف. مشاهدينا اهلا بكم. والنشره الجويه، يسود طقس معتدل شمالا وجه البحر والقاهره وشمال الصعيد، مائل الدفء جنوبا وجنوب سيناء نهارا، بارد ليلا شمالا حتى القاهره، شديد البروده جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وامطار خفيفه الى متوسطه شمالا، والبحر المتوسط معتدل والبحر الاحمر معتدل ايضا. ونتعرف الان مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجه الحراره المتوقعه باذن الله. القاهرة 10-18، الإسكندرية 11-17، دمياط 10-17، بورسعيد 9-17، العريش 9-17، رفح 8-17، الإسماعيلية 9-18، السويس 9-17، مطروح 9-16، وادي النطرون 9-18، المنصورة 10-17، طنطا 9-18،
دمنهور 10 17 سانت كاترين 1 تحت الصفر 13 الغردقة 14 23 شرم الشيخ 14 23 أيضا. وصلنا إذن إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز الرئيس السيسي يؤكد الالتزام بقواعد المنافسة ويحذر من الانجرار وراء المواقع المغرضة في علاقتنا بالأشقاء. نحو 20,000 قتيل ضحايا زلزال سوريا وتركيا وجهود الإغاثة تتواصل للمنكوبين في البلدين. مدبولي يوجه بتيسير إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية وتحفيز التصدير للأسواق الخارجية. ويمكنكم متابعة المزيد من نشراتنا وبرامجنا عبر البث الحي عبر الموقع الإلكتروني نسبيرو.جي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.